السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الفطور ديال العيد ديالي. ان شاء الله عيدكم مبروك، تدخل عليكم بالصحه والهنا طول العمر، باش ما كتمنوا يا ربي لكل الناس الحباب والعائله اللي غادي يشاهدوني في هذا الفيديو. كل شيء تنقول لهم عيدكم مبروك، تدخل عليكم بالصحه والهنا. وهذا هو الفطور اللي غادي ندير معكم اليوم. نتمنى من الله ينال الاعجاب ديال المشاهدين المتتبعات الوفيات ديالي اللي كيتابعوني في قناه ديال ام فاطمه زهراء. تنقول لهم شكرا شكرا على المشاهده ديالكم وعلى اللايكات زوينين من يديكم زوينين. والمهم عيدكم مبروكه، ونتمنى لكم السعاده كل عام وانتم بخير والف الف خير ان شاء الله يا سيدي يا ربي. وبسم الله على بركه الله ندوز للمقادير. ثلاثة ديال دانونات، كيكة عائلية صراحة. عندي جوج كيسان ديال الزيت مع مريش ديال دانونة اللي كبيت، جوج كيسان ديال سنيدة، حيت سنيدة مازال غندير لها من الفوق الحلاوة، غادي تكون حلوة. ندير الكراميل، غندير الكراميل بفلو ان شاء الله. غادي نزوقها معكم ونوريكم الشكل ديالها. درت هنايا 8 البيضات، جوج ثلاثة دانونات، جوج كيسان قل شوية قل ربع ديال الزيت، جوج كيسان سنيدة، ربعة ديال الخمارات حمر، واحد الفاني اللي غندير البنات. وغادي نطحنها الجينواز حتى يولي مزيان طابخ، حتى يولي بيض، البيض يولي لنا بيض البنات. عاد لوحو الزيت ونديرو داك الشي لاخر ديال الكيكة. بعد ما صابت البنات، هي الكيكة اللي وريت معكم هي العيد ان شاء الله. هي دير دابا شوية ديال الأمازينة وفلو وشوية الفاكهة. انا عمرتها قطعتها على جوج، هي الطبقه الفوقيه وهذه اللي غتكون من التحت. دابا حتى نجمد لي هادشي وعاد نغطيها باش نصاوب الطبقه الثانيه الثالثه عاوتاني. كتجي هذا صراحه بهاد الفاكهه كتجي رائعه رائعه، هاد الكيكه بزاف كتجي لذيذه. هذا نمشي نصاوبو ثاني الطبقه الثانيه ان شاء الله باش نقدها معكم ان شاء الله، ونشارك معكم فطوري ان شاء الله يا ربي. هكذا نخليوها حتى تجمد مزيان هاد الجهه باش نحطو عليها الاخرى باش ما تهبطناش. الا حطيناها وهي هكذا جاريه غادي يخرج هادشي. نخليو هادشي حتى يجمد مزيان، عاد غنحطو عليها واحده اخرى ان شاء الله. وخليكم معايا حتى نوريكم الكشكيل النهائي ديال الكيكه ديالي طلعت. درت شويه ديال البعويده وشويه البنان، وان شاء الله يا ربي بمناسبه العيد اللي جايين عندنا الضيوف غادي ندير الكسكسو. غادي نشارك معكم الغديوه ديال الضيوف ديالي، غادي نوري معكم غير بعض اللقطات. ومن بعد غادي حيت ما مسا كاين عندي الضياف خصني نوجد الغداء، غادي نوري ندير الكسكسو البنات. الدجاج هو طيبته بالدغميره كيجي رائع، هو غادي نوريه معكم ان شاء الله يا ربي. غادي نوري معكم هاد الغديوه ديال نهار العيد، نشارك معكم وتنقول لكم مبروك واشكركم وعيدكم مبروكات، عيدو وتعودوا بالصحه والهنا وطول العمر باش ما كتمناو يا ربي. وشكرا للمتتبعات ديالي المتتبعات الوفيات اللي كيتابعوني في القناه ديال ام فاطمه زهراء، تنقول لهم مرحبا والف الف مرحبا. مرحبا بكم وشكرا لكم على التشجيعات ديالكم وعلى اللايكات من صبيعتكم زوينين، تنقول لكم شكرا بزاف بزاف. والله يحفظكم لي ويخليكم لي وانا تنبغيكم. هو الشكل النهائي ديال الطبله ديالي ديال الفطور اللي وجدت معكم. نتمنى من الله ينال الاعجاب ديالكم وتكون عن حسن الظن ديال المشاهدين. وهذا هو الغداء، طعام الدجاج ديالي من بعد ما فطرنا. مشيت درت الغداء مباشرة، هذا هو الطعام والدجاج اللي درت الغداء. وهذا الروتين ديال نهار العيد، دوزتو معكم البنات كلهم. ونتمنى من الله ينال الاعجاب ديالكم ويكون حسن الظن ديالكم، وتوصلوا هذا الفيديو لاعلى اعلى لايك من يدياتكم الزوينين. واللي عجبكم هذا الفيديو بارطاجيوه مع الاصدقاء والمعارف ديالكم. واللي ما مشاركش في القناه تنقولوا مرحبا والف الف مرحبا به، يابوني لاشين ويفعل الجرس باش يتوصل كل ما هو جديد ان شاء الله. وبسلام عليكم، خليتكم في امان الله وحفظه. الى الملتقى، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.